الله الرحمن الرحيم. أصحاب الفخامة في أفريقيا وذلك عبر تدشين مشروعات وبرامج مائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة أفريقية، كما بلغ جائحة للدول منخفضة الدخل ومبادرة وندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، لنؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام.